الله يقرف، خذ منديل امسح خشمك ولا تدري ضف وجهك لشغلك ازين. انا اسف اسف كثير يا استاذ فيصل، بس هاي اللي شو كان اسمها؟ هاي الانفلونزا الحاده والالتهاب الشديد في الجيوب الانفيه ذابحتني ذبح، وهي عذر طبي موقع ومختوم من مستوصف حكومي. قديش كان جعباني اكمل اليوم معك، وانت بتعرف اخلاصي في العمل، بس انا مش قادر. هاي الانفلونزا حاده والالتهاب الشديد في الجيوب الانفيه الكيتري. السلام عليكم. تعال انتبه انتبه، لأنه بدارك ما تمل، انت ما تستسلم، لأنه بدارك كل هذه اعذار. لا من بجاحتك تجيبها من ولد عمك. لا، ولد عمك ابجح منك، كاتب من ابن عمك الدكتور عماد. ما تمل. بس انا عن جد اليوم تعبان يا استاذ فيصل، طلع عليك في قاعد. انا بديت اعتص، الله يخسك عديتني. سلامتك يا استاذ فيصل، بدك اجيب لك عذر طبي كمان؟ لا، ما بدي تجيب لي عذر طبي، وعذرك هذا مرفوض لانك انت نصاب والدكتور هذا نصاب. لا يا استاذ فيصل، شو بتحكي قاعد؟ هذا ابن عمي الدكتور عماد. هاي شهادة الدكتور عماد، هيا شهادته موقعة ومختومة ومصادقة. شوف الشهادات المزورة اللي قاعد تجيبها لي كل يوم. نبدارك انت ما تمني. لا، وبعدين مختوم الختم الرسمي، شكل نصاب زيك بعد. شو قصدك يا فيصل؟ قصد انك نصاب يا مرضي، وعير عمك انصب منك. يا زلمه، شو فهمكم في الطب انتوا اساسا؟ عن الغلط، انت اللي بديت بالغلط. هذا تقرير طبي موقع ومختوم ولازم تكمله. وانا ما راح اقبلها يا مرضي. انا بجيب لك دكتور هنا في السوبر ماركت يكشف عليك. ان طلعت مريض واعطاك يوم اجازه انا بعطيك 30 يوم. بس والله يا مرضي، والله اذا ما طلع فيك شيء انك ما تاخذ اجازه دامني مديرك في السوبر ماركت. لو تجيب شهادة وفاتك معه. ولا موافق يا فيصل.